كاد 2 ماكس. ازاي ادخل تصميم اوتوكاد لل 3 دي ماكس واعمل له اكسترود وارفع الحوائط واعمل له شبابيك وابواب. انا كنت شرحت الكاد 2 ماكس ده في فيديو قبل كده، ولكن النهارده هنستخدم سكريبت هيسهل لنا الدنيا جدا جدا جدا. تعالوا شوف ازاي. ما تنسوش تشتركوا في القناه ليصلك كل جديد. ده التصميم بتاعي اهو، ودي فتحات الابواب والشبابيك بتاعتي. لازم اقفل الفتحات دي، لازم بقفل الفتحات بالشكل ده تمام، وبعدين ببدا اضيف الابواب والشبابيك بالشكل ده، ببدا اضيف الابواب والشبابيك بالشكل ده، وببدا اعملهم فلايرز. يعني تمام، بخلي اللول الحوائط فلاير زي ما انتم شايفين كده، وبخلي الويندو الشبابيك فلاير والدور فلاير زي ما انا عامل كده، وبديها الوان مختلفه تمام. باجي المسافه من المسافات، وليكن دي مثلا دي كام، 8 متر 25 سنتي. لازم لما اروح هناك لل 3 دي ماكس الاقيها برده 8 متر 25 كده، معناه ان انا شغال بيونتس مظبوط. باجي هنا بظبط اليونت، ادي اليونت اهو، اخلي اليونت عندي هنا متر، انت ممكن تخليها اي يونت، المهم ان اليونت تكون في 3 دي ماكس زي الاوتوكاد، وهضغط على اوكي. وحاجه هنا ده بولي لاين للمساحه الخارجيه بتاعتي، ده عشان اعمل منه الارضيه والسقف بتاع المبنى في 3 دي ماكس. تمام تمام تمام، هنحذف الحاجات اللي احنا مش عايزينها زي دي مثلا، وزي دي وزي دي، وهنسيب الاثنين دول بس. تمام، اللايرز عندي هتبقى كالتالي، دي في لاير، والوول هنا لاير، والشبابيك لاير، والابواب لاير. يبقى كده عندي 4 لاير. وتعالوا نعمل سيف از، ونسميها ايه، نسميها فيلا. تمام، هنروح نفتح 3 دي ماكس ونظبط الوحده عندنا هنا في 3 دي ماكس، نخليها متر من كاستمايز يونتس، ونخليها مترز، وهنا مترز. اوكي اوكي، هنيجي نعمل امبورت من فايل، وامبورت وامبورت، وهنختار الديسكتوب، وبعدين نختار فيلا. تمام، نيجي هنا لازم هنا نختار مترز مترز، ومن هنا نعلم على ريسكيل، ولازم نيجي من هنا نختار لايرز. تمام، ولازم هنا نختار وايلد نيرلي فيرتكس، وتعالوا نضغط على اوكي، هنلاقي التصميم نزل معانا بالشكل ده. تعالوا نشوف المسافه دي فعلا 8 متر و25 ولا لا. تعالوا من كرييت هنا نرسم بوكس، ونفعل سناب تو فيرتكس، ونرسم ايه بالشكل ده. تمام، البوكس ده الويدث بتاعه كام هنا اهو، 8 و25، يبقى احنا كده شغالين مظبوط. تمام، ده السكريبت بتاعنا اهو، تعال نعمل له ران من جوه البرنامج. هنيجي هنا من سكريبتنج وران سكريبت، هنختار السكريبت بتاعنا اللي هو هاوس كريتور اهو، هيفتح معانا بالشكل ده. هنا بيقول لي خلي بالك لازم تكون عامل وايلد يور لاير فيرتكس، ده التشيك اللي احنا عملناه واحنا بنعمل امبورت. هنضغط على اوكي، هختار الاول من هنا سيلكت تولز الحوائط، وهختار الحوائط كليك عليها، وبعدين سيلكت ويندوز تمام، وهختار الويندوز اللي عندي، وبعدين سيلكت دورز، وهختار الابواب اللي عندي لونها احمر اهي كده. هلاقي عندي الضاف هنا، ادي لاير زيرو، اللاير بتاعت الويندو اهي، واللاير بتاعت الدور، عشان انا مسميهم في الاوتوكاد هناك بنفس الاسماء دي. بعدين هعمل ايه؟ هضغط كليك كده على اللاير زيرو بتاعت الولز دي، وهضغط على اكسترود، هلاقي يتفعل معايا هنا الهايت، اروح كاتب هنا 3 متر، هلاقيها اترفعت معايا بالشكل ده. وبعدين هروح عند الويندو هنا وبرده اكسترود، وبعدين هاجي هنا اقول الهايت بتاع الويندو ده كام؟ متر و20 مثلا. طيب ارتفاع الجلسه كام؟ دي ارتفاع الجلسه وليكن مثلا 90 سنتي اللي هو 9 من 10. كليك كده الاقي ايه؟ شايفين الشبابيك اترفعت ازاي؟ هضغط بعدين على كرييت ويندو هول عشان خاطر يفتح لي فتحه في الحوائط، هضغط كليك كده الاقيه فتح لي فتحه في الحوائط. طيب هاجي للدورز نفس الموضوع برضو، هضغط كليك كده وبعدين اكسترود، وبعدين باجي هنا واروح كاتب ارتفاع الباب هيكون كام؟ 2.2 مثلا. تمام؟ اهو ب 2.2، شايفين كده؟ هروح بعدين ضاغط على كرييت دور هول عشان يعمل لي فتحه بالشكل ده. تمام كده، كده احنا خلصنا السكريبت. تمام كده؟ هروح ماسك الارضيه بتاعتي اهي، موديفاي، وحاجه اعمل لها اكسترود. اي اكس، ادي اكسترود، واخلي الارتفاع بتاعها زيرو عشان دي الارضيه. تمام؟
هروح مفعل سناب تو فيرتكس، كليك يمين هنا واختار فيرتكس وافعلها وامسكها كده واحطها في الارضيه بالشكل ده. طب عايزها هي هي نفسها احطها في السقف، هروح واخدها كوبي بالشيفت بالشكل ده وامسكها برضو كده احطها في السقف بالشكل ده. طيب الارتفاع بتاعها كام المره دي في فليكس تروت؟ هنخليه ايه 25% بالشكل ده. تمام، هنزل تحت كده هلاقي التصميم بتاع الاوتوكاد موجود تحت اهو، هحذفه لان انا كده مش محتاجه تاني، كليك عليه وديليت، وبكده بقى انا خلصت.